السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم. خصصت لجنتي التربية والتعليم والثقافة والخدمات العامة والنقل النيابيتان اجتماعهما الذي عقد اليوم برئاسة النائب الدكتور بسام البطوش وحضور وزيرة النقل لينا شبيب ومدير عام هيئة تطوير قطاع النقل البري مروان الحمود ورئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور كمال البنيهاني ومدير إدارة السير العقيد ياسر الحراحشي ومدير عام شركة المتكاملة للنقل ومجلس طلبة الجامعة الهاشمية مناقشة أزمة النقل لدى الجامعة الهاشمية، حيث تم الاستماع إلى معاناة الطلبة التي يعانون منها من جراء أزمة المواصلات في الجامعة الهاشمية من قبل شركة المتكاملة للنقل، والتي تضمنت وجود نقص في أعداد حافلات النقل والتي هي بأمس الحاجة للصيانة وتحديد مواقف الانطلاق داخل عمان وتوفير كوادر بشرية مؤهلة من قبل الشركة. لافتا هذا الاجتماع إلى أن عدد الطلبة الذين يعانون من أزمة المواصلات في عمان هم حوالي 8000 إلى 10000 طالب. كما أكد المجتمعون على حرصهم على حل أزمة النقل للطلاب في أسرع وقت ممكن، وأنه لن يتم طي المشكلة وسيتم إيجاد أفضل الحلول من خلال التنسيق مع الحكومة. من جانبها أكدت وزيرة النقل دينا شبيب على التزام الوزارة بدعم أجور النقل للشركات التي تقدم خدمات النقل للطلاب، مؤكدة أنه سيتم العمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمة النقل في الجامعة الهاشمية، وأشارت إلى أنه سيتم إعطاء مهلة لشركة المتكاملة لزيارة أسطول النقل لدى الجامعة الهاشمية والتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري وإدارة السير للإشراف على حافلاتها التي هي بأمس الحاجة للصيانة. رؤيا كانت هناك والتقت وزيرة النقل، فلنستمع إلى ما قالت. نحن نعرف أن مستوى الخدمة المقدم ليس بالمستوى المطلوب وليس بالمستوى اللائق لخدمة طلابنا، ولهذا السبب سوف يتم الطلب رسميا من الشركة المتكاملة بزيادة عدد الحافلات التي تخدم الطلبة، وكذلك التأكيد على صيانة وإدامة الحافلات لتكون مناسبة ولتلافي حدوث أي مشاكل على الطريق، وكذلك على التأكيد على ضرورة سرعة الاستجابة لتوفير الحافلات في حال تعطل أي واحد منها. في خلاف ذلك وإذا لم يتم يكون بالإمكان للشركة المتكاملة من القيام بذلك، سوف يتم تعزيز الخطوط من خلال مشغل آخر. من جهته دعا رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ دكتور كمال البنيهاني قبل أيام الحكومة إلى إنهاء عقد الشركة المتكاملة للنقل والتي تقوم بنقل الطلبة من الجامعة الهاشمية إلى عمان في عدة محطات. التصريحات التي عدت تضامنا مع تصعيد الطلبة واعترافا من أعلى سلطة أكاديمية في الجامعة بالتقصير من جهة الشركة تعد الأبرز، وهو ما دعانا لمتابعة هذا الملف الذي كنا بحثناه سابقا في محاولة للوصول لحل المعضلة لمواصلات طلبة الجامعة الهاشمية الذين لوحوا بإجراءات تصعيدية عدة، من الإضراب إلى السير على الأقدام وصولا لعمان ثم المبيت في حرم جامعته في اتجاه التصعيد الطلابي الذي حمله بيان الطلب الصادر أمس خطوات تصعيدية. فيوم غد ينوي الطلبة المبيت أو عدد منهم المبيت في الجامعة باعتبار أن ذلك أسلم لهم وفق بيانهم، لينتهي أسبوع التصعيد يوم الخميس المقبل وفقا للبيان اعتصام أمام وزارة النقل. في مقابل تصعيد الطلبة بإضرابهم عن الركوب في حافلات شركة المتكاملة للنقل ذهابا وإيابا لمدة أسبوع اعتبارا من يوم أمس الأحد ولغاية يوم الخميس المقبل احتجاجا على سوء الخدمات التي تقدمها الشركة، أكدت الناطق الإعلامي لهيئة النقل البري الدكتورة عبلة وشاح في تصريحات صحفية لجريدة العرب اليوم أن حركة يوم أمس الأحد كانت طبيعية، وقد تم نقل 2450 طالبا من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة صباحا، مشيرة إلى وجود بعض المجموعات التي رفضت استخدام الحافلات ولكنهم بعد ذلك قاموا بالالتحاق بالحافلات والوصول إلى الجامعة الهاشمية. وأضافت وشاح بأن هيئة النقل يهمها ولكافة خطوط النقل المملكة في المحافظة أن تكون على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع الجامعة
والشركة المتكاملة لضرورة المحافظة على التردد المطلوب للحافلات من مكان انطلاقها وصولا إلى الجامعة الهاشمية، وضرورة تطبيق البند المتعلق بالمناعة عن 90% للسعة المقعدية. أما الشركة فبعد حادثة انفجار روديتر إحدى حافلاتها قبل نحو أسبوعين وإصابة إحدى الطالبات بحروق من الدرجة الأولى، فبادر أحد موظفيها برفع قضية على الطالب إبراهيم العبيدات مسؤول ملف المواصلات في اتحاد طلبة الجامعة الهاشمية. فكيف يمكن أن تنتهي معاناة هؤلاء الطلبة في الجامعة الهاشمية؟ وهل تبقى المتكاملة رابضة على طريق الوصول للجامعة الهاشمية من وإلى عمان قدرا محتوما؟ وكيف يواجه الطلبة المسألة بخطوات تصعيدية جديدة؟ وما هو موقف إدارة الجامعة من ذلك كله؟ ولماذا المتكاملة تفشل وتنجح شركات أخرى في إيصال الطلبة إلى بقية المحافظات؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا كل من رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور كمال البنيهاني، والسيد مؤيد أبو فردي مدير عام شركة المتكاملة، والطالب إبراهيم عبيدات مسؤول ملف النقل باتحاد طلبة الجامعة الهاشمية. بعد الفاصل يبدأ النقاش. أرحب بكم أعزائي المشاهدين في بداية حلقتنا لهذا المساء. أرحب بالدكتور كمال بنيهاني رئيس الجامعة الهاشمية، أرحب أيضا بالسيد مؤيد أبو فردة مدير عام شركة المتكاملة، وأرحب أيضا بالطالب إبراهيم العبيدات. مساء الخير جميعا. مساء الخير. ونذكر أيضا بسؤال شارك، هل تعتقد أن مسؤولية حل أزمة الهاشمية هي الأمانة، الجامعة الهاشمية والمتكاملة؟ ننتظر تفاعلكم وتصويتكم. نبدأ معك طوفت الدكتور. المشكلة باختصار يعني مشكلة مزمنة منذ بدء الجامعة وحتى اليوم، وهي تراوح مكانها بالذات في اتجاه الهاشمية عمان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء بشكر قناة رؤيا وبشكر أخوي الدكتور مهند على اهتمامهم بهذه القضية الوطنية بامتياز، لأنها قضية بتهم طلبة وطالبات الجامعة الهاشمية اللي هم أبناء وطن وهما الثروة الحقيقية للأردن. بالنسبة لمشكلة المواصلات في الجامعة الهاشمية، بادئ دي بدأ هي مشكلة بنيوية بدت منذ إنشاء الجامعة واستقبالها لأول طالب سنة 1995. المشكلة متعلقة بموقع الجامعة، ما أعتقد أنه كان في توفيق في اختيار موقف الموقع الجامعة الحالي. كان في حديث أنه هذا الموقع ممكن يكون غرب مدينة الزرقاء في منطقة بيرين والعالوق، كان استفاد القطاع التجاري في مدينة الزرقاء ومواصلات مدينة الزرقاء خدمة الجامعة، بس للأسف تم اختيار هذا الموقع والآن لا نستطيع تغييره. وكان مدام أخذنا هذا الموقع كان لازم من سنة نتعاملوا مع الواقع بس كان لابد من إنشاء، برأيي أنا كخط استراتيجي، إنشاء خط سكة حديد وطني من عمان يقدم جامعة الزرقاء الخاصة والهاشمية وآل بيت والتكنولوجيا، وكان وفرنا تكاليف كثيرة لو هذا الخط أنشئ سنة 92 مع الإرادة الملكية بإنشاء هذه الجامعة. ولكن عندما استلمت هذه الجامعة منذ 3 سنوات كان المشكلة موجودة وكانت عميقة، لأنه كان كافة طلبة الجامعة مخدومين في موقف واحد من الناحية الجنوبية الشرقية للجامعة. الجامعة ماذا عملت بشكل سريع جدا؟ أول شيء بكلفة نصف مليون دينار أنشأت 3 مواقف باصات جديدة. فالخطوة الأولى اللي عملناها أني فصلت طلبة محافظة العاصمة عن طلبة المحافظات الأخرى. كان في اكتظاظ بهذه المواقف واعتصامات، الحمد لله هي جابت نتائج ممتازة. صار في عندنا الآن مواقف باصين للمحافظات والزرقاء غير موقف عمان، سويت موقف ثالث لسيارات الطلبة لتشجيع فكرة الكاربولينج، إنه الطالب يجيب زملائه معه إذا لقى موقف أمين محمي من الأمن الجامعي. فهذا عملناه وأنشئ والآن فعال. الشغل الثاني في 2012 عملت إعادة جدولة لكل جدول التدريسي في الجامعة، جبت المواد الإختارية وخليتها في الأوقات الصباح وأوقات المساء، ومواد التخصص سويتها بوقت الظهر. ليش هذا عملناه؟ لأنه لا يوجد في الجامعة إلا 150 قاعة نسبة الإشغال فيها 100% من الساعة 8 صباحا للـ5 مساء، لأنه ما في مباني بنت من الجامعة بعد
مرحلة التأسيس للأسف. النقطة الثالثة طلعت قرارات مجلس عمدة بطلب يعني ما في مجال تبنوا مجمع قاعة تدريس حاجة على الحديث هذا. طيب النقطة الثالثة بشكل سريع طلع قرارات مجلس عمدة يطلبوا من جميع الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية أن يراعوا أي تأخير لأبنائنا الطلبة الصباح، وإذا في امتحانات رايح عليهم أنه تتعوض ويعتبر التأخير بسبب المواصلات أنه بعذر. أربعة، في كان تواصل بشكل دائم عشرات الكتب مع هيئة النقل العام بموضوع المواصلات على مدار الثلاث سنوات الماضية. خامسا، عملت اجتماعات شبه دوري ما بين الجامعة الهاشمية وكافة المسؤولين في الدولة الأردنية على موضوع المواصلات. هاي كل شهر ونص عندي اجتماع في مكتبي في الرئاسة، آخر واحد منهم قبل شهر. طيب. ودائما بحضر مندوبين وزارة المياه النقل والمسير والمالية والمتكامل وهيئة النقل، فهيدا حملة إعلامية. احنا دائما انت قبل شهر ونص استضفت عميد شؤون الطلبة في الهاشمية لطرح هذا الموضوع الاتحاد. طيب. فدائما احنا هذا الموضوع. طيب. الآن خليني أتوقف عند هذا السرد دكتور وراح نرجع نكمل معك أكثر عمقا. يعني شوف بس معنا اتصال هاتفي قبل أن نذهب في عمق حتى نشوف رأي هيئة قطاع النقل. السيد مروان الحمود مدير عام هيئة قطاع النقل البري، مساء الخير. مساء الخير وطوفتك. نحن أمام مشكلة متكررة، لا يوجد شهر ربما إلا وطلبة الهاشمية يئنون ومكانك سر. ماذا تقول سيدي؟ أولا مساء الخير إليك وللسادة الحضور وللسادة المشاهدين. أولا يمكن إحنا اليوم كان في اجتماع يعني يمكن ضم كل المعنيين بالموضوع، موضوع النقل للجامعة الهاشمية، وسبق اجتماع أو زيارة كانت بالأمس لمقر الجامعة وبالذات لساحات وقوف الباصات وانطلاق الباصات، ويمكن اجتمعت مع الإخوان اللي حاضرين مع حضرتك اليوم، وكان في نقاش موسع حول الموضوع، ويمكن ناقشنا الآليات المطلوبة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب. احنا بهمنا في هيئة تنظيم النقل شغلتين ان شاء الله. اولا انه يعني الطالب يصل لمحاضرته في الوقت المناسب، خاصة في الفترة الصباحية اللي هي بتشكل يمكن ساعات الذروة بين الساعة يعني 8 الى الساعة 10، ويعني في فترة انتهاء دوام الطلاب يعني بحدود الساعة 4 يكون في باصات كافية لنقل الطلاب من الجامعة إلى يعني مناطق سكنهم. إحنا يعني بالأمس يعني كان في نوع من المبادرة من الجميع لإبداء الرأي حول الحلول المناسبة لهالموضوع هذا. إحنا اليوم كمان اجتمعنا في مجلس النواب وتم الاتفاق على يعني إن شاء الله من هون يعني نهاية الأسبوع يكون في إجراءات عملية، وتم الطلب من الشركة الحالية إن هي يعني متعاقدة مع هيئة تنظيم النقل البري بتوفير عدد محدود من الباصات، يعني تقريبا احنا بنحكي عن 100 حافلة كبيرة يتم تزويدها لنقل طلاب الجامعة الهاشمية من 6 نقاط منتشرة في كافة أنحاء مدينة عمان باتجاه الجامعة الهاشمية. وطبعا طلبنا احنا بشكل رسمي وبخطاب رسمي بموجب العقد الموقع مع الشركة بأولا من الدرجة الأولى زيادة عدد الباصات بشكل أنها يعني يمكن تكفي لنقل الأعداد المتزايدة المسجلة في الجامعة. احنا بنحكي عن حاليا 28500 طالب يعني بيتنقلوا من وإلى الجامعة. الشركة المتكاملة تقوم بنقل جزء من هذا العدد، وإحنا يعني في عندنا كمان عقد آخر مع شركة أخرى تقوم بنقل باقي الطلاب من باقي محافظات المملكة إلى طيب. إلى الجامعة. إذا سمحت لي عطوفتك، عندنا 8000 طالب تقريبا بين عمان والهاشمية، هذول اللي بتنقلهم المتكاملة. العقد مع المتكاملة متى ينتهي؟ يا سيدي العزيز، العقد مع المتكامل هو يعني بالنسبة لمدته فترة زمنية محددة تقدر ب 15 سنة. في هيك حالة احنا بنحكي عن فترة زمنية، يعني هي مش الفترة الزمنية، هي في شروط على الشركة المتكامل يجب توفيرها أثناء
يعني فترة العقد، وبالتالي عملية ما ننظرش للفترة الزمنية بل ننظر احنا اكثر الى المطلوب منهم كمواصفة باص وكعدد باص وكتردد على الخط. مطلوب يا من سيد الشركة تحدثنا اليوم معهم بهذا الموضوع مطولا، ويمكن الأستاذ مدير الشركة يعني تجاوب على الأقل يعني من الناحية المبدئية بزيادة عدد الباصات وبتوفير باصات بمواصفات أعلى. طيب إذا سمحت لعطوفتك، أنتم لا تلاحظوا أن الباصات الموجودة بعضها غير لائق وحالته تعيسة وأكثر مرة تتعطل الباصات؟ وهي معنى طلع إحنا ذهبنا إليك عطوفتك في بداية البرنامج حتى لا نكون الحديث في ضمير الغائب عن هيئة قطاع النقل كي توضح أيضا موقفكم. نعم. طب ما في عندكم ملاحظات يعني على هذه الباصات؟ طب 15 سنة أنا بدي أستنى 15 سنة الطلاب لما ينتهي العقد، افسخوا العقد يا دكتور. يا سيدي العزيز، إحنا كانت إحدى المهام الرئيسية يعني مش بس امبارح، في كمان برضو من فترة سابقة هو تفقد الباصات، وإحنا يمكن طلعنا في الباصات امبارح وأدينا ملاحظاتنا وطلبنا من الشركة بشكل مباشر وفي الموقع يعني اولا بتركيب مقاعد جديده بالباصات. احنا بنحكي عن باصات عمرها يعني في منها تجاوز العشر سنوات، وبالتالي يجب انه يصير في عمليه. وانا تحدثت مع مدير الشركه اليوم وطلبت منه تحديث الباصات بشكل فوري. احنا بنعرف المشاكل اللي بتواجهها الشركه، بنعرف الصعوبات الماليه اللي بتواجه الشركه، لكن هذا لا يعني انه احنا يعني ما نبادر ونجدد الباصات بشكل مستمر. احنا اليوم كان في حديث مش بس يعني شخصي، برضو حديث هاتفي بعد الاجتماعات وبعد زيارة الجامعة، وطلبت مدير الشركة، ومدير الشركة مشكور يعني تجاوب مع هذا الطلب، وان شاء الله يعني بنشوف النتائج الإيجابية يعني قريبة جدا. طيب عطوفتك، يعني احنا بنحكي عن حالة من 15 سنة، موقع الجامعة زرتوه انتم مشكورين، وهو موقع معروف ومواقف الطلاب معروفة والمعاناة مشخصة، يعني لا يوجد داعي لدراسة الموضوع أكثر، وانت مشكور. نعم. بتقول لي بتتابع وكل جهدك طيب. الجهة المخولة بالحل أنتم قطاع النقل، يعني هيئة قطاع النقل، أنتم الولاية لكم في هذا الأمر. الشركة في بعض التصريحات بتقول أنه في فلوس متأخرة تحويل عليها، هل فعلا في فلوس متأخرة في تحويل على الشركة؟ حتى أنا ما أتحدث، أنا يمكن هذا الموضوع كنت أتحدث عليه يعني عنه الآن، وهو أنه مهمة تنظيم النقل أو مهمة هيئة تنظيم النقل ليست فقط إيصال الطالب، بل إيصال الطالب بأجرة معقولة، والحكومة الحالية بادرت بدعم أجور الطلاب إلى الجامعات الرسمية، ولدينا موازنة لهذا البند بالذات. أما فيما يتعلق بيعني يمكن طلب مدير الشركة في إنه في يعني مبالغ مترصدة على الهيئة، هذا الكلام يعني يمكن مش دقيق 100%، لأنه إحنا حاليا نقوم بتحويل مستحقات الشركة فور توفرها لدينا. طب قديش يعني تقريبا يعني سنويا يعني كم عقد معهم قيمة العقد؟ العقد اللي موجود لدينا كالتالي، انه احنا يعني ما يتم نقله من اعداد طلاب خلال الشهر يتم مع نهاية الشهر تحويل المبلغ الى الشركة، ويمكن احنا نحكي عن بحدود مليون الى مليون واربعمائة الف دينار بقوم بتحويل هذا المبلغ الى الشركة من خلال وزارة المالية مشكورة بدعم هذا القطاع، وهو قرار لمجلس الوزراء كان في سنة 2010 بدعم كافة يعني بدعم الجامعات الرسمية، ونقوم حاليا بتقديم هذا الدعم إلى ثلاث جامعات: جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الهاشمية، ويمكن مش بس الشركة المتكاملة، في عنا كمان يعني ثلاث شركات نقوم بدعمها بشكل مباشر. نعم. السيد مروان الحمود مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، شكرا لك وشكرا لي يعني مساهمتك معنا وإجابتك على أسئلتنا. أذهب إليك سيد دكتور مؤيد أبو فرد، يعني سمعت رأي رئيس الجامعة ولي أمر الطلبة هو هنا، وسمعت رأي ولي أمر النقل في الأردن، ماذا تقول؟ دكتور مؤيد، في البداية أتقدم بالشكر إلى قناتكم المميزة والرائعة دائما في عرضها للأخبار ومتابعتها الحثيثة دائما. بدي أنوه بس عن الشركة المتكاملة بس لفترة وجيزة. الشركة المتكاملة هي شركة مساهمة عامة تملك حكومة المملكة الأردنية الهاشمية فيها وأمانة عمان ما نسبته 61%، تم امتلاكها من خلال سنة. الشركة كانت تعاني من مشاكل مالية وما زالت تعاني من مشاكل مالية لغاية الآن، وتم تشكيل عدة لجان برئاسة وزيرة النقل وأمانة عمان ووزير الصناعة والتجارة للوقوف على حل المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة نتيجة الخسارات المتراكمة في هذه الشركة. احنا ما ممكن نقول الشركة فيها خسارة، الشركة فيها تعثر مالي
إلى حد ما، لكن هي شركة تعتبر نواة النقل داخل العاصمة. إحنا يوميا بننقل من 150 إلى 170 ألف مواطن على جميع اختصاصات عمان غير الجامعة الهاشمية. بنشتغل على 80 خط بعدد بلاش حفلات. دوره بدنا تنقروه لمصاري؟ لا اكيد مش ببلاش، يعني ما فيش ببلاش ومصاري، بس في نهايه النهايه الاجره المقرره من الهيئه ومن امانه عمان هي اجره تخضع بعين الاعتبار، بياخذوها لما يقرروها، لانه اللي بده يستخدم هذه الاليه هم ذوي الدخل المحدود، يستخدمها الطالب الموظف الى اخره. فبتكون الاجور المقرره لا تعادل التكاليف التشغيليه التي تتحملها الشركه في سبيل تسيير وخدمه النقل ونقل الركاب الى اخره. يعني هذا جهود مشكورين عليها دكتور. لكن فيما يتعلق بالهاشمية احنا اكثر من حلقه سويناها، الطلاب بالشوارع، يعني انت لو لك اولاد والاخوان بالجامعه الهاشميه ما بتتمنى ان يروحوا على الجامعه الهاشميه؟ اكيد. فانا ما بدي اظلمك، تفضل وضح وجهه نظرك. انا بدي اوضح وجهه نظري بخصوص الجامعه الهاشميه. الجامعه الهاشميه بتشتغل عليها شركه اسيا اللي تملكها الشركه المتكامله نقل المتعدد من عام 1999، كانت متعاقده مع هيئه تنظيم النقل البري بعدد حافلات 68 حافله للعمل حسب العقد لخدمة خطوط الجامعة الهاشمية. هذا العقد بدأ سنة 98 من ثلاثة اختصاصات من 99، وتم تجديده في عام 2007 العقد. متى بينتهي؟ بينتهي في عام 2018 ضل قديش؟ ثلاث سنوات تقريبا. طيب نعود إلى الصلب الموضوع. الآن كانت تشتغل على ثلاث محاور رئيسية اللي هو دوار الجمرك، عفوا دوار سويلح، دوار المدينة الرياضية رغدان. نتيجة زيادة أعداد الطلبة اللي بتحصل على الجامعة الهاشمية من كل سنة، طبعا هذا بتصريح من عطوفة الدكتور كمال بن هاني، لأنه في ملاحظ زيادة في أعداد الطلبة بكل سنة بيختلف عن السنة الأخرى. يعني أنت بجوز تقبل لك 5000 طالب الجامعات. هذا بجوز أنا معك، بس الجامعة الهاشمية يعني تفضل الدكتور قال لك موقع الجامعة الهاشمية موقع يعني بعيد جدا عن غير مخدوم بمواصلات أخرى. ليش موقع البيت احسن؟ احنا درسنا في البيت وكنا في جوف الصحراء تعاني من مشاكل الحسين، بس ما بيعانوا زيكم، ما بيعانوا زي طلاب الهاشميه. انتم متعهدين بدكم تتحملوا مسؤوليه تعهدكم. تفضل سيدي. احنا جايينك تفضل. الان متعاقدين كنا 68 حافله مع هيئه تنظيم قطاع النقل البري، لكن نتيجه زياده اعداد الطلبه ونتيجه زياده او مطالبه الجامعه بزياده اعداد الحافلات، الان بيعمل على خطوط الجامعه الهاشميه يقارب من 100 الى 110 حافلات عظيم على خدمة هذه خدمة الطلاب، نقل الطلاب الجامعة الهاشمية. حصة عمان من الجامعة الهاشمية من عدد طلابها 28500، حصتها 7500 طالب تقريبا 8000، نحكي بنسبة 25%. الآن تم استحداث خلال الفصل أو السنة السابقة بالتنسيق مع رئاسة الجامعة وبالتنسيق مع مطالب نواب المنطقة وعمادة شؤون الطلبة إلى استحداث مواقع جديدة كمان لنقل الطلاب حتى يخففوا على الطالب استخدامه. أول شيء مثلا السحاب، تم استحداث تقريبا طلبوا 4 حافلات، الآن في عليها 18 حافلة سحاب، بيعملوا على نقل طلاب سحاب من سحاب مباشرة للجامعة الهاشمية. كانوا في البداية يطلعوا في باص سحاب ينزلوا وسط البلد إلى رغدان وبالتالي يطلعوا إلى الجامعة الهاشمية. الله يعطيكم العافية. تم استحداث كمان موقف جديد اللي هو دوار الجمرك، كان مطلوب عليه 3 حافلات، الآن قاعد بيطلع عليه تقريبا 9 إلى 10 حافلات. تم استحداث موقف في منطقة اليدود وخريبة السوق وجاوة. تم استحداث أيضا نقطة انطلاق للحافلات في منطقة اللي هي المقابلين مقابل على دوار المقابلين. طيب. هذا الحكي اشتغلنا فيه احنا بالتنسيق مع الجامعة ومع الهيئة ومع مجلس الطلبة. نتيجة بعد المسافة اللي موجودة ما بين اختصاصات عمان والجامعة الهاشمية هي تلعب دور كبير في العائق اللي بيعمل على تأخير وصول الطلبة إلى محاضراتهم. عظيم. خليني دكتور مؤيد أكمل يعني راح أرجع لك بس عشان نطلع قبل ما نروح لفاصل، شوف وجهة نظر الطلبة. يعني كل ما تقوموا به من جهود يعطيكم العافية عليها، بس كمان إحنا الغاية أن نصل لخدمة أفضل للطالب. إبراهيم، يعني الناس مش مقصرين في أنهم حاولوا يحسنوا من خدماتهم. صحيح. يعني لم تكن هناك مواقف، كان في 3 مواقف لما أخذوا العطاء، سويلح، المدينة الرياضية، رغدان. الآن بقول لك الأخ مؤيد في عدة مواقف. انتوا شو بعدين معكم شو؟ تمام، الله يعطيكم العافيه. اول شيء شكرا لقناه رؤيا لاستضافها ولتبنيها لمشكله المواصلات، ودائما هي السباقه في حل هاي المشكله. شكرا للقائمين على البرنامج، وشكرا لك دكتور مهند. في البدايه انا حاب احكي عن مشكله الجامعه الهاشميه. هي ليست مشكله عاديه، هي اصبحت مشكله انسانيه، مشكله تهدد حياه الطلبه، مشكله تهدد كرامه الطلبه. احنا نسير على نهج جلاله الملك عبد الله الثاني الذي امرنا بكرامه المواطن. في اخر تصريح لجلاله الملك، في اخر خطاب، امر بالمحافظه على كرامه المواطن الاردني، وكان شعار جلاله الملك ارفع راسك انت اردني، فكان التركيز على كرامه المواطن اللي حاليا قاعدين بنشوف اهانه لها، وبنشوف
يعني إساءة بشكل كبير جدا للطالب وللطالبات ولجميع لسمعة الجامعة كمان. بالضبط. أنا حاب إذا بتسمح لي أعقب على بعض الكلمات قبل الحديث عن المشكلة بالتفاصيل. حاب أحدث يعني أعقب على بعض الأمور بتحدث عنها القائمين. أول شيء بدي أبلش من الآخر من عند الدكتور مؤيد. الدكتور مؤيد صرح بأنه شركة مساهمة عامة 61% الحكومة قبل سنة وكانت خاسرة. هذا ما لي دخل فيه. أنا طالب، أنا بالنهاية جاي طالب جاي أدرس شركات النقل شو 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 للحكومة وشو للمساهمين. أنا طالب جاي أدرس. أنت بتأمن لي أنت بما أنك تعاهدت بأنك تخدم الجامعة الهاشمية إذا أنت مسؤول عن خدمتها. أنا طالب مش سواء حكومة سواء حكومة سواء شركة خاصة. أنا ما بطلع على الشركة. وضح لنا في إنه في تعثر مالي وهي نواة النقل داخل العاصمة. مع احترام إلها نواة النقل داخل العاصمة بدون كرامة بطلت إشي، يعني مش إشي إيجابي إنك تحكي لي هي طيب. نواة النقل الأجرة قليلة. معروف قطاع النقل خاسر في كل دول العالم. قطاع النقل في كل دول العالم خاسر، وبما أنه تملك الحكومة فإنها بتعرف الشغل هذا فمستحيل يربح. فإنت لا تنتظر ربح من قطاع نقل عام. وهذا احنا ما صرحنا بنحكي بربح او بنحكي تمام يعني. بس اسمح لي اكمل النقاط اللي عقبت عليها، ممكن تسجل الملاحظه عندك بعد اذنك. وضحت في انه شركه اسيا من عام 1999 عفوا، وتجدد العقد على 68 حافله. حكيت انه العقد ل 2018. بس نقطه، انا احنا سالنا مسؤولين في هيئه تنظيم قطاع النقل قالوا لنا العقد لغايه 2017 مش 2018. احنا اليوم بفرق معنا. احنا سالنا هلا عطفت المدير قال حكى 15 سنه 15 سنه طبعا. اذا حكى 15 سنه من 1999 عد 15 سنه، هي عندك بتصير 2014. اذا العقد منتهي. اذا بدنا نراجع المسؤولين اذا بالضبط اذا اذا بدنا نيجي في المنطقة. طيب تم تمديده من عام 2007 تم إعادة تمديد العقود هذه من أول. تمام. أنا قاعد بحكي لك كلام مدير هيئة تنظيم قطاع النقل. كمل يا إبراهيم. صرحت يعني حضرتك بأنه عدد الحافلات من 100 إلى 110. نيجي للتصريحات بالأرقام سابقا وحديثا. تفضل. نبلش. صرحت الناطقة باسم الهيئة هيئة تنظيم قطاع النقل على قنوات الإذاعة والتلفزيون والرادي أنه عدد الحافلات 113 حافلة. نسجل عنه الرقم هذا على جنب، 113 حافلة. صرح السيد إياد حداد من هيئة تنظيم قطاع النقل في برنامج نبض البلد في المرة الماضية عدد حافلات 130 حافلة. نحتفظ أيضا بالعدد هذا 130. صرح مدير شركة المتكامل الدكتور مؤيد أبو فردي سابقا في أحد اجتماعاتنا في الجامعة بأنه عدد الحافلات من 90 إلى 110. طيب. واليوم من 100 إلى 110. بس آخر نقطة، صرح مدير هيئة تنظيم قطاع النقل اليوم بأن العقد 99 حافلة. أنا مين أصدق؟ إذا كل شخص قاعد بيعطيني أرقام حافلات، مين الشخص المسؤول؟ نيجي لنقطة أخرى. جاوبنا على هذول دكتور. نيجي لنقطة أخرى بالورق بس سابقا بالورق. إبراهيم لو سمحت. إبراهيم تعال. إحنا هون بدنا نحصر مشكلة. وليس نقول صرح فلان وصرح علان. طيب. أنا مش معني شو صرح مدير الهيئة، مش معني شو صرح إياد حداد، شو صرح مع كل مع احترام. طيب. أنت ماذا تقول؟ ماذا ستفعل؟ أنت بتقول صرحت من 90 إلى 110 حافلات. وأنا ما زلت عن تصريح من 100 إلى 110 حافلات بشتغل على الجامعة الهاشمية. الجامعة الهاشمية بيختلف عدد الحافلات من يوم ليوم، أحد ثلاثاء خميس. أنت أحيانا غير زين أربعة قد تضطر أحيانا لزيادة عدد الحافلات أو الرحلات تصل عندك إلى 120 و 130 رحلة باليوم. طيب. أحد الطلاب يتواصل معنا الآن بيقول إنه وهو طالب ثقة بالنسبة لنا، يقول لما يكون هناك زيارة لمسؤول قمر وربيع ممتاز بيطلع لكل طالب باص. لما يكون الوضع عادي وغيب المسؤولين وغيب عطوف رئيس الجامعة وغيب حضرتك دكتور وما يكون إبراهيم موجود والاتحاد وما يكون مدير إدارة السير وما يكون عطوفة السيد حمود موجود، بيطلع الطالب ثنتين من الجامعة بروح بركب في الباص الساعة 6. طيب. هذا واقعي. صحيح. طبعا انا احنا كلنا اولادنا في الجامعه. دكتور مهند تفضل بس النقطه هذه، لان احنا ذكرنا انه اغلب طلاب الجامعه الهاشميه اللي باختصاص عمان عندك اغلب محاضراتهم 75% بيطلعوا من عندي على محاضرات الساعه 8 والساعه 9، بيجوا مره واحده وخروجهم من الجامعه. وتنوه اليوم الدكتور الى هذه النقطه حتى للطلاب، قال بدي اطلب منكم كابناء الي اللي بخلص محاضرته على الساعه 11 ما في داعي يضل الساعه 2 والساعه 3 ويخرج مره واحده يعمل اكتظاظ في عمليه خروج. في طالب عندك اللي بخلص محاضرته على الساعه 4 هو احق بالترويح من الطالب اللي بخلص الساعه 11. الان في خطه بالجامعه بقول لك احنا بدنا نحصر هؤلاء الطلاب اللي بخلصوا محاضراتهم الساعه 11 نعطيه ساعتين وبطاقه
مميزة بحيث انه لما بده يطلع عند الباص انت مخلص المفروض تطلع الساعة 1، ليش جاي الساعة 4؟ كنت حاسبوا الناس انتوا لا مش احنا بالزبط. هذا عبارة عن مقترح جامعة. كان جامعة. مقترح كان من مجلس الطلبة، من رئيس مجلس الطلبة منكم انتوا، وبتصريح على لسان عطوفة الدكتور. مش حل دائم حتى لو كان على حل دائم. احنا نتفق معه ونختلف معه، لكن يا استاذ مؤيد احنا في جامعة ولسنا في مدرسة خاصة. هذا الجامعة الأردنية للساعة 12 مكتبها بحكي. احنا الجامعة يعني احنا بننقل طلاب الجامعة الألمانية، عندنا 2000 طالب بنعمل على نقلهم ب 16 حافلة، 16 حافلة على 2000 طالب قاعدين بنقلهم احنا بالجامعة الألمانية. الجامعة الأردنية احنا عدد الحافلات اللي عندنا متوفر على الجامعة الأردنية 18 حافلة من داخل عمان. في مشغل بس الطلاب اللي بيطلعوا معنا اللي مشتركين في بطاقات بتحكي عن 3500 طالب، 18 حافله هذول بروحوا بيجوا، لانه في عندك الحافله شغاله على مدار اليوم ساعه 6 بتطلع، الطلاب اقل يعني ساعه 7 بتطلع، ساعه 8 بتطلع، ساعه 9 بطلع. دكتور مهند بس نقطه اخيره او بدي انوه للنقطه هذه. اليوم تصريح من معالي الوزيره بتقول لك يعني بحسبه بسيطه، انت بتحكي عن عدد سكان الاردن مقارنه مع عدد الحافلات كنسبه تناسب، بيطلع كل حافله بتخدم 1000 مواطن بالاردن. الجامعة الهاشمية احنا بنحكي عن 110 حافلات ل 7000 طالب، يعني حصة كل باص 63 طالب. الآن إذا بدنا نحكي شوية نقل، لو كانت المسافة ودخول الباصات وخروجها من الجامعة الهاشمية إلى عمان وما بتواجه يعني أزمات سير، حادث السير على الطريق بأخر لك 15 حافلة. احنا لا نتحدث عن ظروف آنية، نتحدث عن مشكلة مزمنة قبل ما تجي أنت بيوزع الشركة، والمشكله موجوده منذ تاسيس الجامعه زي ما تفضلت دكتور رئيس. قبل ما نروح للفاصل، سؤال شارك عبر تطبيق رؤيا، هل تعتقد ان مسؤوليه حل ازمه الهاشميه هي المتكامله، امانه عمان الجامعه الهاشميه المتكامله 46%، امانه عمان 27%، الجامعه الهاشميه 27%؟ بعد الفاصل نعود لمواصله النقاش. نعود أعزائي المشاهدين ونواصل النقاش مرة أخرى حول ملف النقل لدى طلبة الجامعة الهاشمية. دكتور كمال، ربما سمعت تصريحات عطوفة مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل وأيضا دكتور مؤيد والأخ إبراهيم، ماذا تقول؟ يعني التشخيص واضح تمام. هناك من يقول الطلاب زيدوا عندك وزيادة غير طبيعية، هناك من يقول أنه عدد خروج الطلاب، هل هذا حل أيضا نقول للطالب روح ساعة بتخلص الساعة 10 لويش قاعد بعد الساعة 11؟ يعني احنا في جامعة ولسنا في مدرسة. تفضل. بدأ بس رد على 27% اللي بعتبر المشكلة في الجامعة. انا استعرضت في البداية شو الجامعة عملت، وبحب ارجع اذكر ابناء الطلاب والمشاهدين انه الجامعة لا الها لا من قريب ولا من بعيد في موضوع العقد بين هيئة النقل والشركة المتنقلة، ما لهاش دخل الجامعة. انا الان بدنا نيجي على المرحلة التنفيذ العملية، ماذا نعمل؟ في ثلاث نقاط رئيسية بدي أحكي فيها في موضوع الحلول. موضوع الحلول، إحنا بالاجتماعات المتواصلة اللي بتنظمها الجامعة مع ممثلين الدولة الأردنية بما فيها الشركة المتكاملة، طالبين من الشركة المتكاملة ثلاث نقاط محددة. ألف با جيم. النقطة الأولى زيادة عدد الباصات، با نوعية الباصات. وأنا حكيت لأخوي الدكتور مؤيد ولعطوفة المهندس مروان الحمود انه بدام الان في 250 باص للشركه المتكامل شغالات، يختاروا احسن 100 باص فيهم ويشغلوهم على الهاشمي، بحيث لما يعطل بالطريق الصحراوي يكون قليل الاعطال، اما اذا عطل بالعبدلي بصير البديل له اسرع. فبالتالي النوعيه كيف يعملوها، يعملوا استدامه بالصيانه زي ما حكت معالي الوزيره، ونوعيه الباصات ما بدنا بس عدد. النقطة الثانية العدد هذا لازم يكون مع النوع. الثالثة بالنسبة للموظفين، إن شاء الله اتفقنا مع الشركة موضوع المعاملة مع الطالبات والطالبة. بعض الطلاب بيقولوا احنا الكنترولية بيلاقونا بالتنظيم الدور بتواجه مع مشاكل. الدكتور مؤيد، أي طالب بيصلني شكوى لرئيس الجامعة إنه في موظف من المتكامل سواء سائق أو شيء أساء لا سمح الله لطالب، راح نبلغ الشركة مباشرة، وأنا متأكد وعلى ثقة إنه راح يتخذوا إجراءات. فهذا الباكج الأول. الباكج الأول هذا راح يتم يوم الأربعاء، إحنا اليوم الاثنين المساء، يوم الأربعاء لأول مرة بعد اجتماعات الثلاث سنوات عطوفة المهندس مروان الحمود دعاني لأول مرة لحضور اجتماع مجلس إدارة هيئة النقل العام يوم الأربعاء بعد بكرة، وسنناقش هذه الحلول الثلاثة. وزي ما حكى
عطوفة المهندس مروان واليوم معالي الدكتورة إنه يوم الأربعاء سيتخذ قرار بيكون في جواب متكاملة. هل بتستطيع تعمل تزيد عدد الباصات وتحدث النوعية واستدامة صيانة؟ إذا ما إذا هيك بده يعطوا فرصة متكاملة، ما في بده يطلبوا تشغيل مشغلين آخرين لبعض الخطوط، لبعض الخطوط مثلا السويلح إذا مثلا بقدروا يوفروا علينا 4000 طالب. فبالتالي يوم الأربعاء في عصر يوم الأربعاء بتوقع يكون في باكج عملي. ساعدوك الطلاب بمظاهر التصعيد دكتور؟ صراحة طبعا بالحل. أنا الحل يعني عشان الطلاب لما صعدوا الطلاب المسؤولين احترموا هذا التصعيد، انا ما بدي اقول استجابوا، احترموا هذا التصعيد. دكتور مهند انت ابن الجامعات وانا وياك ابن الجامعات، انا بعتبر حالي انا ومجلس الطلبة واحد جهة واحدة، وانا بفتخر بمجلس طلبة الهاشمية ملتزم. انه مش بس ملتزم، هو المجلس الوحيد اللي طالع عن قانون انتخابات قوائم نسبية مفتوحة ما تتمنى الاردن في المستقبل، فبالتالي تجربة فريدة اللي في الجامعة الهاشمية. الان ماذا تعمل الجامعة الهاشمية بعد التسع نقاط اللي حكيتهم في بداية الحديث؟ شو بنضيف عليهم؟ بناء مباني جديدة. لا أوعدك في هذا الحلقة أني أبني مباني جديدة، لقد بدأت، لقد بدأتم في مجمعات بدأت قاعات يعني عشان توسعوا قاعات. بديت في 13/10/2014 بناء مجمعين ضخمين في الأردن، مش أنه أحط مئات الطلبة في القاعات، في عندي قاعات بعشرين طالب أربعين طالب، هذول المجمعين بيسعوا 6500 طالب بالساعة الواحدة. هذول الآن راح يكتمل بناهم خلال سنة تستلمهم الجامعة، وبقدر أحكي لك أنه رغم أنه الجامعة الهاشمية لا تتلقى أي فلس من الدولة الأردنية كحصة من الجامعات، إلا أنه هاي المجمعات مع مشاريع أخرى مثل الطاقة الشمسية بخمسين مليون دينار أردني ممولة بنسبة 80% من الجامعة. وعندنا طيب احنا هذا دكتور النقطة الثالثة اللي بحكيها بالباكيج المباني راح يصير اللي حكينا المتكامل، عدد الباصات النوعية المتكامل، ومن خلال برنامجك بدي أطلب حلين آخرين. واحد أطلبه من خلال البرنامج لمعالي أمين عام العاصمة أن يخصص قطعة أرض في منطقة السويلح ليكون موقف باصات المتكامل للطلاب، لأن الطلاب الآن على الدوال بشكل مخاطر جدا عليهم، فبدنا قطعة أرض من الأمانة بشان موقف باصات السويلح. وبطلب من خلال برنامجك لمعالي وزير الأشغال أن يسمح لنا بربط كراج الباصات الغربي اللي استحدثته الجامعة في الأوتوستراد، بحيث الباصات المتجهة إلى المفرق وإربد بدل ما تعمل لفة على دوار الجامعة ويصير إعاقة إنه يصير مسرب. فهذول المطلبين أنا كاتب فيهم، بس بذكر الإخوان فيهم إن شاء الله. معالي وزير الأشغال سامي هلا سيسمعنا المهندس، أيضا معالي أمين عمان الأستاذ عقل بولتاجي أيضا نتمنى إنه يستجيب لهذا المطلب، تخصيص موقف على دوار السويلح، خاصة إنه أمانة عمان عم من مصدر أيضا بتسألوا لماذا نضع أمانة عمان بالسؤال الشارك عبر تطبيق رؤية أنها كأحد الأطراف المسؤولة. نعم مسؤولة عندما لا يكون هناك مواقف، نعم مسؤولة عندما هم لا تدافع عن خط عمان الزرقاء كما تدافع عن خط الباص السريع. احنا بدنا خط الباص السريع بين عمان والزرقاء أولى من خط باص الجامعة الأردنية أو شارع الجامعة، لأنه هناك الثقل وهناك الأهمية مستودع الطلاب، وأيضا لأن لها أسهم في شركة متكاملة مع كل التقدير والاحترام لها. إبراهيم كطالب واتحاد يعني أنت الجهة الشرعية المنتخبة، يعني إحنا كنا أحد فينا منتخب، أنت المنتخب بتمثل إرادة الطلاب. لما صار أحد الباصات انفجر فيه روديتر، أحد الطالبات تعرضت لحرق من درجة أولى، صحيح. أنت سمعنا في وسائل إعلامية أنه تم رفع قضية عليك من أحد الموظفين الذي كان يعمل آنذاك بالشركة. نعم. شو اللي صار؟ تفضل. طبعاً بدي أوضح المشكلة. اللي صار أنه حافلة أحد الشركات المتكاملة كانت متوجهة نحو مجمع رغدان. الحافلة في البداية سخنت الحافلة، توقفت. طبعاً هذا إشي روتيني بيصير بكثير حافلات من حافلات شركة المتكاملة. دائماً الحافلات بتسخن بتصير فيها أعطال، فسخنت الحافلة، توقفت الحافلة لفترة، حكى مع المسؤولين عنه، حكى له أنه الحافلة ما سخنت، قال له كمل. طبعاً هاي مش أول مرة بسمعها، أنا كنت في مجمع الجامعة أكثر من مرة وأسمع الشفر بحكي له أنا معي أرواح ما بقدر، يحكي له بحكي لك اطلع في الباص وخذ الطلاب وكمل. شو بتقول يا دكتور؟ برجع لك استنى. هاي جزئية. يعني هذه الجزئية من يعني أنا بحكي وبنفي من سابق المستحيلات، لأنه مجرد إنه يقول لك كمل وحافلة حمياني هي مضرة للشركة. يعني إذا الحافلة حمياني بقدر أصلحها. كشنت. مضرة. كلفك مبالغ يعني أقل أبرهول لأي حافلة 5000 دينار قاعد بكلفك. طيب. طيب. إذا خلينا نكمل. إحنا أتوقع أنا بحكي باسم 30,000 وبحكي باسم واحد.
خلينا نكمل. طبعا هذا الاشي صار بيصير اكثر من مره. تحركت الحافله سخنت كمان مره وقفت، تحركت الحافله المره الثالثه فقع بربيش روديتر المي اللي هو البربيش اللي بوصل اللي بوصل المي. نعم طبعا هاي النقطه اللي بدي ارجع اكد عليها اجت بالتزامن مع مشكله الحافله. في طلاب عندنا بيطلعوا على الواقف للاسف. لما نزل مدير هيئه تنظيم قطاع النقل امبارح على مجمعنا في الجامعه بيحكي كيف هذول الطلاب على الواقف ما بيصير اصلا الباصات هاي مرخصه. حكينا له مرخصه، هم بيحكوا لنا انها مرخصه، حكى لنا هاي مرخصه داخل عمان. حكيت له طب عفوا موظفين الهيئه الموجودين بالجامعه ما بيوصلوا لك؟ طب موظف حكومي هذا مش شايف انه قدامه بيطلع في الباص 15 و16 و17 وبمجمع رغدان بيطلع 20 طيب. طالبه طلع الباص كان فيه على الواقف، فلما انفجر روديتر المي رش من المي رش على تقريبا بنتين او ثلاث بنات مي على اقدامهم. انتقلوا بنتين على المستشفى. طبعا الشيء جدا مأساوي وجدا انا يعني مش قادر اعبر عن مأساوية الوضع وسوءه، يعني انه لما انفجر روديتر المي الطلاب صاروا يدافعوا في ناس على الواقف. شوفير ما عرف يتخذ الموقف تمام ففتح البوابة الأمامية. في طلاب طالبات بعثوا لنا احنا لمجلس الطلبة حكوا لنا اقسم بالله نزلنا من شباك الحافلة. يعني اذا وصلنا انه طالبات تتعامل طيب. بالمعاملة هاي معناته احنا لسنا بدولة يعني ترضى بهذا الشيء. ما نرضى يعني احنا لا نرضى يعني لا نرضى بهذا الشيء يعني طيب. يعني طيب. في طيب. كرامة طيب. شو صار معك بعدين لما رفعوا عليك قضية؟ انتقلت البنتين للمستشفى. اختصار توجهنا بعلم عميد شؤون الطلبة وبعلم رئيس مجلس الطلبة. توجهت للمستشفى انا وزميل الي. مين رفع عليك قضية؟ بعد ما توجهنا للمستشفى رحنا نطمن على حالة البنت الصحية، كملنا الإجراءات، ما صار بيننا وبينه أي نقاش، صار بينه وبين زميلي نقاش. الموظف المتكامل. نعم موظف المتكامل حكى لزميلي، بحكي له زميلي حافلاتك فيها خرابات، حكى له لو سمحت حافلاتنا ما فيها خرابات، أنت بتدفع 55 قرش بتفكر حالك دافع إشي ولا عامل إشي؟ حكى له زميلي أنا ما إلي دخل، أنا إلي أدفع الأجرة وأتلقى خدمة. قال له لا تحكي حافلاتنا خربانة، بلاش أجرجرك في الحبوس. ثاني يوم تلقيت مكالمة من شكاوى محافظة الزرقاء تطلبني للتحقيق. محافظة الزرقاء قسم اللي هو أمن الأمن الهاشمية. دكتور رفعت قضية على إبراهيم. دكتور بس يا ريت إنه كان وضح إبراهيم. لا. الآن في ثاني يوم حكى معي أمن إف إم الأستاذ علي حياصات، قال لي دكتور أنتم مندوبكم وتودوه حتى يساعد الناس ولا يتهجم عليهم على هوا على أمن إف إم على الهوا. بغض النظر إحنا. قلت له أخ علي إذا هذا الحكي صادر من مندوبنا إحنا رح نأخذ إجراء بحقه. وفعلا نزلت على الشركة في نفس اليوم وطلبت الموظف عندي وتم إيقافه عن العمل لحين الاستكمال التحقيق والتأكد من أنه هذا الحكي ما صدر منه. فصلوا. فكان هذا الحكي إجراءكم. نعم إجراءنا يعني ما بنقبل طيب. أي واحد يسيء لسمعة الشركة سواء كان أخذوا إجراء فصل الـ طبعا أي أخذت إجراء الشركة تمام اتخذت إجراء وحكت للموظف حكت له اللي اشتكى عليك اللي اشتكى على راديو أمن إف إم وأنا وبتسمعني كل القنوات أنا بحكي على هو مباشرة. اللي اشتكى عليه والد الفتى حكى عاملنا معاملة سيئة. حكوا الشركة نعم الشركة راحت انت رفع عليه قضية هسه نعم انا الان انا جلست في الحجز 5 ساعات بصفة شخصية طيب. عفوا بس النقطة بصفة شخصية مدير علاقات شركة المتكاملة دخل معانا على المحكمة ودخل معانا على المحافظ وبتعرف شو الصفة اللي بيحكي فيها؟ بيحكي انا العقيد المتقاعد فلاني الفلاني مدير علاقات شركة المتكاملة. كيف صفة شخصية مدير علاقات المتكاملة موجود فيها؟ ما لا دخل بالمحكمة. إذا كان عقيد ولا لو متقاعد تواجد في المحكمة تقاعد حتى لو بشو مكان. كيف صفة شخصية؟ طيب أنتوا عندكم إجراءات تصعيدية بكرة؟ نعم نعم نحن سيكون لنا غدا تأخير لطلبة الجامعة الهاشمية للساعة 9 مساء وبعد هيك الجامعة راح تروحنا في حافلات الجامعة. طبعا مشكور عطوفة الأستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني تعاونوا معنا راح تكون في حافلات تروح الطلاب اللي راح يظلهم معنا للساعة تقريبا 9 المساء والممثلين شو عندكم؟ والممثلين راح إن شاء الله نظلنا للصبح ممثلين مجلس الطلبة الإدارية. الخميس لغاية الآن لم يتم التأكيد طيب. بأنه راح يكون في اجتماع. دكتور كلمة أخيرة إذا سمحت. يعني عفوا كمان وزارة التعليم العالي بدل ما تشكل لجان تقييم الجامعات بكرة بيجوا يقيموك يا دكتور شو سويت لطلابك تساعدك مع هيئة تنظيم قطاع النقل تساعدك مع أمانة عمان تساعدك مع الكل ماذا تقول رسالة تمام تقول. يعني احنا عملنا جزء استعرضناه ما زال على الجامعة تعمل بنظر بشكل إيجابي الاجتماع يوم الأربعاء القادم تنتظر يوم الأربعاء تمام واجتماع اليوم مجلس النواب كان برضو بيساهم بدعم موقف الجامعة فبالتالي أنا
أتطلع إلى يوم الأربعاء يكون في عندي حلول عملية أقدر أبشر فيها أبنائي وبنات الطلبة بإذن الله. وإحنا أيضا نقول دكتور مؤيد أيضا ماذا لديكم؟ إحنا باختصار إن شاء الله لدينا كل خير ولديكم كل خير وللجامعة. اجتماع يوم الأربعاء راح تكون هي نقطة مفصلية وتحولية بالخدمة اللي راح تكون حسب إمكانيات الشركة وما تستطيع من استيراد من موارد مساعدة خارجية إلى آخره. دكتور مهند في نهاية النهايات أنت كمشغل إحنا أنا هدف أساسي دائما خدمة ثق تماما الطالب اللي بده يروح طالبنا أختنا بنتنا إلى آخره يعني ما بنقبل نهائيا نهائيا طيب. للإهانة لهم وما بنقبل نهائيا طيب. كمان إنه يتعرض الواحد مضطرين النهاية خطأ. إبراهيم آخر كلمة أنا دقيقة. بدي أحكي عن الإضراب اللي منظمين حاليا قائم لغاية توصياتنا. شكرا شكرا إبراهيم. إضراب قائم ومستمر وسنتابع أيضا في نبض البلد مشكلة طلبة الهاشمية إذا لم تحل. من هو المسؤول؟ هل تعتقد أن مسؤولية حل أزمة الهاشمية المتكاملة 63%، أمانة عمان 19%، والجامعة الهاشمية 18%؟ أشكر ضيوفي هنا أعزائي المشاهدين، طبتم وطاب مساءكم.